للحديث عن استمرار معاناة النازحين في ظل تقرير المرصد الأورومتوسطي، تنضم إلينا عبر سكايب من لندن مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الدكتورة فاطمة العاني. أهلا بك دكتورة فاطمة. يعني في البداية وبحسب المرصد الأورومتوسطي فإن 1,200,000 نازح يعانون أوضاعا صعبة في المخيمات، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة. الحديث الآن عن جهود الحكومة في رفع هذه المعاناة في ظل هذا الرقم الضخم من النازحين، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم وأحيي مشاهديكم الكرام. أهلا بك. الجهود الحكومية لا تذكر، هذا هو الجواب الحقيقي لما يحدث الآن من الأحوال المأساوية التي يمر بها النازحون، من برد الشتاء إلى حر الصيف وبينهما العواصف الترابية التي تنهك قوى هؤلاء النازحون الذين يعيشون في مخيمات لا تمتلك أبسط مقومات الحياة الأساسية، لا تقيهم لا برد الشتاء ولا حر الصيف. كل هذا وفي ظل إنكار لوجود هؤلاء النازحين بالنسبة للحكومة، لأنها لا تتحرك في الحقيقة لتوفير أبسط المتطلبات التي يحتاجها النازح من أجل فقط أن يستمر على قيد الحياة. النازحون لا يطلبون أي وسائل ترفيهية أو أي أشياء غير الأشياء الأساسية، الماء الصالح للشرب، الماء النظيف، الحياة الآمنة، التوفر لقمة عيش كريمة لهم، كل هذا لا يتوفر له يتوفر عليه النازحون. ولذلك الحكومة لم يعني تقم لحد الآن بواجبها ومسؤوليتها التي يجب يترتب عليها بصفتهم مواطنين عراقيين ينتمون إلى هذا البلد، وأن توفر لهم هذه الأساسيات لاستمرار عيشهم. نعم. دكتورة فاطمة، الأوضاع التي جئت على ذكرها ممكن أن تعد مثلا استثنائية وتنطبق على مثلا مناطق ومخيمات نزوح معينة دونا عن مناطق أخرى، أم أنها عامة ويمكن تعميمها وتكشف أوضاع النازحين في عموم العراق كتلة واحدة؟ نعم بالتأكيد، هذه حالة لإخفاف المخيمات في مختلف مناطق العراق. جميع هذه المخيمات لا تختلف بعضها عن الأخرى بوجود يعني ما يمكن أن نسميه يعني فقط مجرد اختلاف بسيط. الوضعية في العراق هي سيئة بالنسبة للمواطن الذي لا يعيش في مخيمات النزوح، فكيف بحال المواطنين الذين يعيشون في مخيمات النزوح؟ بل أسوأ من ذلك، لا الكثير لا توجد لديهم أوراق ثبوتية، لا يستطيعون تسجيل أطفالهم في المدارس، لا يستطيعون حتى التسجيل لدى المنظمات من أجل الحصول على مساعدات أو إنسانية تضمن بقائهم على قيد الحياة. هم مطاردون موصومون بالعار فقط لكونهم كانوا يرزخون تحت وطأة تنظيم داعش. ولذلك ما يحدث في هؤلاء النازحون وما تقوم به الحكومة هو انتقام من جميع هؤلاء النازحين وسياسة عقاب جماعي مستمرة لحد الآن. دكتورة فاطمة، يعني بحكم التماس المباشر انطلاقا من موقعك المهني والعملي واهتمامك بهذه الشريحة من المواطنين العراقيين على وجه الخصوص، تعلمين أن هناك جهودا يعني من منظمات دولية ومحلية من أجل رفع جزء وإن جزء بسيط من معاناة هؤلاء النازحين داخل بلادهم في العراق. لماذا تلقى الجهات التي تحاول أن تخفف عن هؤلاء الناس، لماذا تلقى تعنتا من الحكومة؟ أليست هذه الجهود من الأصل أن تقوم بها الحكومة، فلماذا تتعنت أمامهم ولا تيسر لهم؟ وهذا ما يؤكد أن هذه الحكومة مستمرة بسياسة الانتقام من النازحين في المخيمات ومستمرة بمعاقبتهم. إذا كانت الحكومة عاجزة وغير قادرة وليست لديها إمكانيات كما تدعي، إذن هناك من يستطيع مساعدتهم من المنظمات الغير حكومية من التي فقط تريد أن توصل أبسط وضروريات الحياة لهؤلاء النازحين. هذه الحكومة تخاف
أن يتقوى هؤلاء النازحون، وأن نعم يعني يستطيعون التغلب على هذه المصاعب، وبالتالي يستطيعون العودة إلى مناطقهم ولأسباب عديدة. أولا، نعم هي كانت أصلا من البداية عملية تهجير هؤلاء النازحين هي ليست نزوح، بل هي تهجير قصري، ومعروف كيف كان القصف العشوائي والهمجي والممنهج على سكان هذه المناطق من أجل دفعهم إلى ترك مناطقهم، وبالتالي منعهم نعم من عودتهم إلى مناطقهم من أجل تحقيق أهداف وغايات ترمي لها دول التي لديها أهداف ومطامع في العراق، ومنها إيران التي تهدف إلى تغيير ديموغرافي نعم تستطيع من خلاله السيطرة على المناطق الاستراتيجية في العراق نعم واستخدامها كقواعد لها للسيطرة على وتخويف الدول الإقليمية. نعم نعم. إلى سؤال جديد الآن، يعني استمرار سياسة التجاهل الحكومية لمعاناة النازحين يشكل مبعث قلق كبير بالنسبة للمنظمات الحقوقية والدولية كما تعلمين. السؤال هنا، لماذا لا يتحرك المجتمع الدولي باتجاه الحكومة في بغداد مع استمرار أزمة النزوح منذ سنوات عديدة طالت كما تعلمين؟ يعني تحرك المجتمع الدولي، نحن كما يعني شاهدنا وسمعنا ولمسنا على أرض الواقع أصبح في تراجع، فهذه الدول التي شاركت في قصف هذه المناطق أصبحت الآن تقول أن هذه المناطق قد حققت أهدافها وطردت تنظيم داعش من هذه المناطق، والآن مسؤولية الحكومة كما هو معروف أنها يجب أن تحافظ على حياة مواطنيها وأن تستمر في دعم المواطنين من أجل العودة آمنة إلى نعم مناطقهم. وإضافة إلى ذلك، الآن العالم كله يتخبط في أزمات اقتصادية وأزمات سياسية ومعيشية، والحروب مستمرة في العالم، ويعني نرى هذا كثيرا في نعم الأخبار، وكيف أن الدول أصبحت تنهار بسبب وطأة الأزمات نعم الاقتصادية خاصة بعد كوفيد 19. إذا كيف نتوقع من هذه الدول التي تعيش أزمات أن تأتي إلى دول أخرى خارجية وتحل مشاكلها؟ نعم الآن كل واحد فيهم أصبح من الدكتورة هذه فاطمة، الدول مشغول بمشاكله. رغم انتهاء العمليات العسكرية منذ سنوات كما تعلمين، إلا أن الميليشيات لا تزال تروع الكثير من المدنيين، ما يضطر هؤلاء المدنيين إلى المغادرة والنزوح داخليا. كيف سيكون باعتقادك مصير حوالي 1400 أسرة نزحت حديثا من سنجار بسبب خروقات حزب العمال الكردستاني؟ تفضلي. لا يختلف عن مصير النازحين الموجودين منذ سنوات في مخيمات النزوح. ما يقوم فيه حزب العمال الكردستاني هو جزء من الخطة المرسومة للعراق، كل ميليشيا لديها جزء من العراق يجب أن تقوم بدورها فيه وأن تسيطر على هذا الجزء من أجل أن يبقى العراق ضعيف من جهة، ومن أجل أن يتم السيطرة على خيرات العراق وإخضاع أهله ويعني تخويفهم وإرهابهم من أجل أن يستمر هؤلاء يعني المستفيدون مما يحدث في العراق من خلال استنزاف الموارد التي يتمتع بها العراق، حتى الموارد البشرية من أجل أن يستنزفوهم للانضمام إلى الميليشيات والحسابات الإرهابية. يبقى العراق تحت يد الدول المجاورة جميعها بدون استثناء من نعم أجل أن تستفيد من وضع العراق الضعيف لكي شكرا تسيطر أكثر وتستمر أكثر. نعم. الدكتورة فاطمة العاني، مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، كنت معنا من لندن عبر سكايب، شكرا جزيلا لك.